قسما بكل مدرج بدمائه، قسما بتراب الأرض ممزوجا دما، قسما بعزة شامنا وجلالها وجمالها، قسما سنأخذ من أراد بكيده غدر الشآم بما أراد. أمير قطر. القصة الكاملة. الجزء السادس. حمد بن جاسم والسلطة. في أيار مايو الماضي ذكر كتاب فرنسي صدر مؤخرا أن حمد بن خليفة أمير قطر قرر أن يترك السلطة نهائيا عام 2016 على الرغم من الاعتراضات العنيفة لزوجته الشيخة موزة على هذا القرار، وذلك في الوقت الذي يرى مراقبون فيه أن زوجة الأمير تعمل جاهدة لتولي نجاة قيادة البلاد. ويقول الكتاب الفرنسي: لم يعلن الأمير قراره هذا بعد، لكن الأمر لم يعد سرا بالنسبة لكل المقربين منه. لم يعد الأمير يخفي رغبة أسيره وقراره بتمرير السلطة إلى ابنه وولي عهده الأمير تميم وهو على قيد الحياة. الكتاب نقل حوارا دار بين الأمير حمد وأحد أصدقائه في ربيع عام 2012. قال حمد لصديقه: لقد قررت أن أترك الساحة بعد 4 سنوات، لابد من إفساح المجال أمام ابني. فسأله الصديق: أتظن أن حمد بن جاسم سيوافق على قرارك هذا أو حتى إنه يتولى السلطة بدوره؟ فرد الأمير: حمد سيفعل ما آمره به. استمر اعتراض الصديق: لكن حمد يصغركم ب9 أعوام. فردد الأمير: طالما أنا موجود سيظل حمد موجود، وإذا ذهبت سيذهب معي. في هذا المجال قالت مصادر قطرية إن حمد بن جاسم من جبر يسعى حاليا إلى ممارسة صلاحياته كاملة كرئيس للوزراء، وهو يعترض على قرارات يتخذها ولي العهد الذي يرد عليه بالمثل. ومعروف من الناحية النظرية والقانونية أن لا صلاحيات محددة لولي العهد في قطر، لكن هناك ملفات كانت في عهدة حمد بن جاسم الأمير نقلها إلى نجله في سياق عملية تقليم أظافر لرئيس الوزراء والإعداد لتسليم الشيخ تميم موقع أمير الدولة. معروف أيضا أن هناك مصالح كبيرة تجمع بين الأمير الحالي وحمد بن ودفع ذلك الأخير إلى المطالبة بضمانات واضحة في حال خروجه من السلطة. ويبدو أن أكثر ما يخشاه رئيس الوزراء حاليا هو لجوء الشيخ تميم إلى إجراءات انتقامية تطال مصالحه ومصالحه منه في حال تفرد الأخير بالسلطة ووقع تحت التأثير الكامل للشيخ موزة. وذكرت شخصية قطرية أن الشيخ موزة لا تكن ودا للشيخ حمد بن جاسم، وهي تخشى من عدم قدرة نجلها على ضبطه في غبي الأمير الأب. في الوقت ذاته يعتقد رئيس الوزراء الحالي أنه لا يمكن أن يضع نفسه في خدمة الشيخ تميم على غرار ما هو حاصل مع الشيخ حمد الذي يسمح لنفسه أحياناً بأن يوجه إليه كلام ذئب لتأكيد أن هناك رجلاً قوياً واحداً في البلد هو الأمير. ويعتبر الشيخ حمد بن جاسم نفسه شريكاً في السلطة، وذلك بعدما شارك حمد بن خليفة في الاستيلاء على السلطة عام 95 وعز الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني والد الأمير الحالي. تلك الشخصية القطرية التي سربت المعلومات أوضحت أن حمد بن جاسم يمتلك نقاط قوة عدة، أهمها الانتماء إلى جناح قوي في العائلة أسسه جده جبر الذي كان شخصية قوية، لذلك يصر على استخدام اسمه الثلاثي حمد بن جاسم بن جبر في كل المناسبات والمراسلات. أما أبرز نقاط الضعف لديه فهي عائدة إلى أنه منغمس في النشاطات التجارية في البلد، فضلا عن استعدائه عائلات مهمة أبرزها آل العطية، إضافة بالطبع إلى عائلة الشيخ موزة والمحيطين بها والمستفيدين منها. قسما بصاد وعينا بطول الصبر أفرغه علينا الله، أودع في ضمائرنا وأجرى في سواعدنا من سر أسماء له
معنى العزيز المقتدر. قسما سنأخذ من أراد بكيده غدر الشام بما أراد. قسما بذاك ونحن الصادقون.